طيب ماذا عن الناس الكرياتيفز او الناس المبدعين اللي شغلهم بيحتاج ان المزاج يكون رايق عشان يعرف يمخمخ كده ويطلع شغل حلو؟ وهنا بيكون وجهة نظرهم ان انا لو بدأت وانا مزاجي مش رايق هطلع شغل اي كلام، انا لازم اكون في حالة معينة عشان اقدر انتج حاجة حلوة. ظاهريا يبدو ان الكلام ده صح، وفعلا الكلام ده والله منطقي جدا، الراجل لازم يكون ممخمخ ورايق علشان يقدر يطلع شغل كويس، ولكن عمليا زي ما وضحنا قبل كده ان ده شيء لا يعتمد عليه، وان هيحد قدراتك على الانتاج لاقل من 10%، زي الراجل بتاع الجيم اللي هو لو اعتمد على الحماس كان هيروح 23 مرة بس، لكن منه ما اعتمدش على الحماس فراح 230 يوم في السنة. زي ما قلت لك، لو ادركت ان بمجرد ما تندمج في الشغل او مجرد ما تبدأ باي شغل وحققت ولو حتى انجاز بسيط، الشوت بتاع الدوبامين اللي هيجيلك عشان يكافئك انك انجزت هتلاقيه دخلك في مود تاني خالص يختلف عن المود اللي انت كنت حاسه قبل ما تبدأ شغل. فقاعدة مهمة، لا تبدأ بالمزاج، ابدأ بالفعل. ازاي بقى ابدأ بالفعل؟ ازاي فعلا يعني الزقة الاولانية ديت ازاي ابدأ فيها؟ الاجابة حاجتين: environment او بيئة العمل، انك تظبط بيئة العمل علشان هي تدفعك انك تبتدي بدون ما يكون في اي عواقب او مقاومة. والحاجة التانية system، ان يكون عندك نظام، ما تعتمدش على العشوائية او على الصدف او على المزاج زي ما قلنا قبل كده. ف environment بيئة العمل، والحاجة التانية system. ففي النهاية اتمنى ان احنا نكون ساعدناك انك تغير وجهة نظرك عن التحفيز ونظرتك ليه، ان هو لا يعتمد عليه في انه ينجز اي حاجة، او ان الفعل بيجي الاول وبعدين تقدر تولد منه حماس تستفيد منه انك تخليك مستمر في الفعل اللي انت بتعمله. ووصلنا لفقرة الكوت، والكوت بتاع النهاردة من جيمس كلير صاحب كتاب العادات الذرية، صراحة بنقتبس منه كوت كتير. استاذ جيمس كلير بيقول: motivation is overrated, environment often matters more. بيقول ان التحفيز هو شيء مبالغ فيه، احنا بنبص للتحفيز ده ان هو يعني اهم حاجة، ولكن هو شيء مبالغ فيه. البيئة اللي انت مهيئها حواليك بتفرق بشكل اكبر، فاهتمامك بالبيئة المفروض يكون اكتر من اهتمامك انك تكون متحفز. شكرا على المشاهدة، لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك، واكتب لنا في التعليق انت ازاي بتهيئ بيئة عملك علشان تساعدك انك تشتغل من غير ما تكون متحفز بالضرورة. Thank you. السلام عليكم.